احنا بنعمل كده علشان نمنع وصول الجراثيم من الانتشار. لو عطسنا في ايدينا الجراثيم هتنتقل لايدينا، واذا لمسنا بيها اي حاجه تانية فاحنا هنزود من خطر انتقال الجراثيم للحاجات دي. ايوه يا عليا معاكي حق، دي طريقه كمان لانتقال العدوى. انا شايف حوالينا جراثيم كتير في المعمل. شايفهم فين يا نور؟ على الديسكات ومفاتيح الكهرباء ومقابض الابواب. عشان كده محتاجين نغسل ايدينا باستمرار عشان نمنع انتقال العدوى، وكمان ننظف الاسطح دي بشكل مستمر، لان الجراثيم ممكن تدخل الجسم عن طريق العين، الفم، الانف والجروح.